السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة جديدة من التهيئة نتاع وادي الحراش، وهذه المنطقة اللي كنا ديجا صورناها فيما مضى نعود ناولينا ليها باش نشوفوا إذا كان فيه جديد وإذا كان فيه صيانة. والشيء اللي رانا نشوفه أنه ما كانش جديد وكذلك ما كانش صيانة. المفروض أن هنا المنطقة هذه الأشغال انتهت تقريبا 90%، المفروض كان أن هذه المنطقة تفتتح للمواطنين وللزوار وللعائلات باش ما تبقاش عرضة للإهمال والاحتلال من طرف الجماعات المشبوهة، وتكون منطقة للعائلات، خاصة وأن المنطقة هذه تقع في وسط مدينة الحراش. للأسف بقات مغلقة، وهي مش مغلقة تماما لكن مغلقة بطريقة غير رسمية ومفتوحة للأشخاص المشبوهين. إذن كان من المفروض منطقة كهذه تفتتح، حتى ولو بقات فيه بعض الأجزاء القليلة جدا اللي ما زال راهي لم تنتهي، لكن كان من المفروض يفتحوها للعائلات ويعتنيوا بها أفضل مما أن تترك هكذا للأسف الشديد. والشيء الإيجابي هو أنه النباتات والأشجار كبرت، لأنه المنطقة هذه عندها تقريبا حوالي 3 أو 4 سنوات من انتهت الأشغال بها وما زالت مغلقة في وجه العائلات الشباب للأسف الشديد. والآن سوف أعبر وفي الحقيقة المنطقة هذه زرتها هذه 2 مرات، وهذه المرة الثالثة اللي راح نروح ليها، اللي يعني مرست أي جديد بالنسبة للإشغال وبالنسبة للنوعية وبالنسبة للمنشآت ديجا اللي ندارت واللي راهي كيف راهي تتعامل مع العوامل نتاع الأمطار، لأن الجسر هذا نشوف بدا يتصدد. الجسر هذا اللي عنده أكثر الآن حوالي 4 ولا 5 سنوات من اللي تم الإنجاز تاعه بدا يتصدد، بدا الصدد ياكلوا. إذن نشوف أنه النشاط الأهم في هذه المنطقة هو الترافو دو تيراسمون، رفع الأتربة
رفع الأتربة الزائدة، وهذا كان لابد بسبب يعني التوسعة، لأن تم توسعة الواد هذا، وكذلك حفره يعني الزيادة من الغمق نتاعو باش تكون فيه سيلان تاع المياه تاع الواد هذا باتجاه البحر، تكون فيه انفليديتي، إذن فيه عملية تاع سكون ابل ان كاليبراج تاع الواد هذا باش تكون فيه افلو دو فيرسمون، يكون ديكولمون تاع المياه يكون بالسرعة القصوى يعني ولا لا فيتاس اوبتيمال نتاع المياه. إذن فيه عملية نتاع الدراغاج نتاع الواد، رفع الأتربة وتصحيح الغمق نتاعو، وكذلك من ناحية العرض ديالو، كذلك التوسعة ديالو نتاع الضفاف. إذن كان فيه أتربة كثيرة تم رفعها من على طول الواد، خاصة في المنطقة نتاع الحراش، وهنا نلاحظ شاحنة ترفع في الأتربة من قاع الواد نتاع الواد، إذا ترفع الأتربة لنقلها لأماكن أخرى، والمنطقة هذه تعتبر كبيرة جدا، خاصة هنا في المنطقة هذه هنايا فيه مساحة شاسعة سوف يتم تهيئتها وستصبح جميلة، خاصة أمام الجسور الكثيرة التي يعني توجد حول المكان هذا. إذن فيه إن شاء الله أن تكون تهيئة جميلة وإيجابية وحضارية، نتمنى أن تكون نوعية نتاع الأشغال والمقاييس الدولية، مراعاة للمقاييس الدولية، أؤكد وأعد وأؤكد إن شاء الله تكون فيه مراعاة للمقاييس من ناحية الاختيار تاع المواد المستعملة، لازم تكون فيه مقاييس من ناحية اختيار تاع المواد المستعملة، وكذلك التصاميم تكون عصرية وجميلة وتراعي النمط العمراني العام، وكذلك تكون مطابقة للأذواق اللي راهي الآن يعني للطوندونس اللي راهي طوندونس في ميدان التهيئة العمرانية في كل دول العالم. فيه اتجاهات أو توجهات دي طوندونس من ناحية التهيئة العمرانية، لابد مراعاة هذه التغييرات اللي طوندونس هذو، مراعاة هذه الأذواق اللي رانا نتكلم عليها في التصاميم، وكذلك تنفيذ التصاميم هذه على أحسن وجه، إن شاء الله يكون فيها خير. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.